الناس بتقول النادي النهري ده يعني اخره ايه؟ ادي اخره، انا اسف، يعني عدم احترام المؤسسات بتاعه الدوله. انا مش عايز اقول لك ان كثير من المباني اللي موجوده في نادي الزمالك بدون ترخيص، اللي في النادي النهري ولا اللي في النادي في كله، اللي في المقر الرئيسي كمان في كله. انا عايز ابني هنا شويه محلات، انا عايز اعمل صاله هنا، يعني ايه تجيب على طول اللودر وتجيب وبعدين نبقى نحل المشاكل دي بعدين. يقوم جاي رئيس حي هدد لك اللي انت عامله، لانه انظرك كذا مره اللي انت بتعمله ده غلط، ده غير مطابق، ما فيش رسومات، ما فيش فايده، فانت فاكر ان انت ما حدش هيقدر عليك. تروح جاي شوف المنظر بقى، اللودر بيكسر نادي الزمالك. لمصلحه مين هذا الكلام؟ النقطه الاولانيه خالص، السمعه، شكل نادي الزمالك لازم تحترم أجهزة الدولة وتتعامل معها برقي. أنا شايف من ضمن الأهداف بتاعتكم تحسين العلاقات مع جميع أجهزة الدولة، يعني هي العلاقات متوترة مع طبعا هو في حد عاوز يقرب. طب أنا هقول لن أخفيك سرا، لن أخفيك وده سر محدش هيسمعه يعني. ده بيني وبين يا جماعة، ولو سمعتوا في ودانكو. تمام. النادي الجديد احنا ما اتكلمناش ازاي هيمول، صح؟ او حطه قدامي النادي الجديد، اعتقد احنا عندنا ديون، فما عندناش فلوس نبني النادي الجديد، فهيتبني بطريقه اسمها البي او تي. تمام. بيلت اوفريت ترانسفير. تمام. يبقى لازم هيجي لك ممول طبعا يشاركك. هؤلاء الناس موجودين، لن يتم إقرار هذا التعاقد إلا بعد الانتخابات، إلا بعد الاستقرار وليس الانتخابات، لأن هو من اللي يمكن يجي يحط فلوس ويلاقي تاني بالصبح العقد بره اتشطب واختلفنا وبتاع. انت محتاج الدولة في كل حاجة طبعا. احنا مش عايزين نثقل كاهل الدولة بمصروفات لكن انت محتاج مساعدتهم في التسهيلات طبعا. انت عليك ديون للكهرباء وللمية وللضرائب، تعال نجدول ازاي، تعال نسقط فوائد ازاي. يبقى الكلام ده مش هيجي الا بالادب طبعا والاخلاق، وتقر ان في مشكله العلاقات الطبيعيه. لو سمحت ساعدوني، انا عايز اقول بس ان الادب والاخلاق دلوقتي بقى صفه بندور عليها، يعني ده الصفه الطبيعيه بتاعت التعامل بين البشر، يعني المفترض، يعني المفترض يعني حتى الدين المعامله، يعني ايوه مش كده؟ أيوة. المعامله كيف نتعامل. أيوة. يعني